كورنثوس الثانية 11. يا ريتكو تستحملوا غباوتي شوية صغيرة، لكن انتوا بتستحملوني لاني بغير عليكو غيرة الله، لاني خطبتكو الراجل واحد عشان اقدم عذرة عفيفة للمسيح. ولكني بخاف انه زي ما خدعت الحية حواء بالمقر بتاعها بالشكل ده تبوظ عقولكو عن البساطة اللي في المسيح، لانه لو كان اللي جاي بيبشر بيسوع تاني ما بشرناش بيه، ولا كنتوا بتاخدوا روح تاني ما خدتهوش، ولا انجيل تاني ما قبلتهوش، فكويس كنتوا بتستحملوا. لاني بحسب اني ما نقص حاجة عن الرسل المتفوقين، ولو كنت عامي في الكلام فمش في العلم، لكن احنا في كل حاجة باينين ليك وبين الكل. ولا اخطيت خطية لما زليت نفسي عشان تعلو انتو، لاني بشرتكو ببلاش بانجيل الله، سلبت كنايس تانية واخد اجر عشان خدمتكو، ولما كنت موجود عندكو واحتجت ما تقلتش على حد، لان الاحتياج بتاعي سدوا الاخوة اللي جم من مكدونيا. وفي كل حاجة حافظت على نفسي مش تقيل عليكو، وححافظ عليها. حق المسيح فيا، محدش هيمنع عني الافتخار ده في اقاليم اخائية. ليه؟ عشان ما بحبكوش؟ الله يعرف. ولكن اللي بعمله هعمله عشان اقطع فرصة اللي عايزين فرصة عشان يبقوا كأنهم زينا كمان في اللي بيفتخروا بيه، لان اللي زي دول هم رسل كدابين فوعلي مكرين، بيغيروا شكلهم لشبه رسل المسيح. ومش عجيبة، لان الشيطان نفسه بيغير شكله لشبه ملاك نور. فمش كبيرة قوي لو كان الخدام بتوعه كمان بيغيروا شكلهم زي خدام للصلاح، اللي نهايتهم هتبقى على حسب اعمالهم. اقول كمان محدش يفتكر اني غبي، والا فقبلوني ولو زي غبي عشان افتخر انا كمان شوية قليلة. اللي بتكلم بيه مش بتكلم بيه حسب الرب، لكن كأنه في غباوة في جرأة الافتخار دي. بما انه كتار بيفتخروا حسب الجسم افتخر انا كمان، لانكم بفرح بتستحملوا الاغبية عشان انتوا عقلة، لانكم بتستحملوا لو كان حد بيستعبدكو، لو كان حد بياكلكو، لو كان حد بياخدكو، لو كان حد بيعلى، لو كان حد بيضربكو على وششكو. على سبيل الهوان بقول ازاي احنا كنا ضعفة، ولكن اللي يجرؤ عليه حد اقول في غباوة انا كمان اقدر عليه. مش هم عبرانيين؟ طب ما انا كمان. مش هم اسرائيليين؟ طب ما انا كمان. مش هم خلفة ابراهيم؟ طب ما انا كمان. مش هم خدام المسيح؟ اقول زي اللي عقله مختل، طب ما انا احسن. في الاتعاب اكتر، في الضربات اوفر، في السجون اكتر، في الموتات مرات كتيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة الا واحدة. 3 مرات اتضربت بالعصيان، مرة اترجمت، 3 مرات اتكسرت بيا السفينة، ليل ونهار قضيته في العمق، في اسفار مرات كتيرة، في اخطار سيول، في اخطار لصوص، في اخطار من جنسي، في اخطار من الشعوب التانية، في اخطار في المدينة، في اخطار في الصحراء، في اخطار في البحر، في اخطار من اخوة كدابين، في تعب وكد، في اسهار مرات كتيرة، في جوع وعطش، في اسوام مرات كتيرة، في برد وعري، عدا اللي هو غير كده اللي بيتركم عليا كل يوم، الاهتمام بكل الكنايس. مين يضعف وانا ما ضعفش؟ مين يكعبل وانا ما ولعش؟ لو كان مفروض الافتخار فحفتخر بمواضيع الضعف بتاعي. الله ابو ربنا يسوع المسيح اللي هو مبارك من غير نهاية يعرف اني مش بكذب. في دمشق والي الحارس الملك كان بيحرس مدينة الدمشقيين عايز يمسكني، فدلدلت في سلسلة من شباك في السور ونجيت من ايديه.